اختتمت منافسات دور القسم الثالث وأسدل الستار على موسم كروي شاق بعدما كشف عن آخر بطاقاته المخبأة وتحددت هوية المتأهلين إلى دور القسم الثاني في الموسم القادم. فقد شهدت الجولات الأخيرة انضمام 4 فرق جديدة إلى الأندية المتأهلة بصعود أندية ملاوي وبور فؤاد وصيد المحلة وبايونيرز. ففي المجموعة الثالثة نجح نادي ملاوي بقيادة محمد هريدي في الصعود على حساب شقيقه ناصر ملاوي عقب صراع شرس بينهما لم يحسم إلا مع الجولة الأخيرة وبفارق نقطة وحيدة بين المتصدر والوصيف. ولم يشفع فوز كهرباء الإسماعيلية على أبو صوير بهدفين دون مقابل لتحقيق آماله في الجولة الختامية لمجموعة الإسماعيلية، فقد انتزع بور فؤاد بطاقة التأهل وعاد من جديد لمصافي أندية القسم الثاني تحت قيادة فنية لمحمد ياسين. بور فؤاد حسم الصراع الذي استمر من بداية الموسم لمصلحته عقب اكتساحه للمطارية بأربعة أهداف نظيفة، رافعا رصيده إلى النقطة 63 بفارق نقطتين عن مطارده كهرباء الإسماعيلية. مبروك يا بور فؤاد. أما في المجموعة الثامنة قاد طارق السعيد فريقه صيد المحلة لاقتناص بطاقة الصعود على حساب منافسه شباب كوم حمادة رغم فوز الأخير برباعية خارج ملعبه، ليضمن صيد المحلة زعامته لفرق المجموعة بفارق 4 نقاط قبل مواجهة الجولة الأخيرة. ولحق بايونيرز بركب المتأهلين بعدما توج نفسه بطلا للمجموعة التاسعة بالدقهلية مع مديره الفني مصطفى مرعي. صعود بايونيرز جاء عقب فوزه على عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف ووسع الفارق بينه وبين نفرو إلى 4 نقاط. كانت 8 فرق قد حسمت تأهلها خلال الأسابيع الماضية وضمنت تواجدها بالقسم الثاني في الموسم القادم، وهي المدينة المنورة والبداري ومركز شباب طمية والاتصالات وبنها وبلبيس والمجد السكندري والمصري بالسلوم.